هذه الجلسة من برا، راح أسوي معكم جولة في سكني الجديد. طبعا هذه هي شقتي، حننزل تحت وأوريكم. شوفوا هنا أول شيء، هذا المدخل السكن. هنا على طول أول ما ندخل من السكن على اليسار يصير الأوفيس حق السكن، وبعدها نجي هنا هذا اللوبي، هنا الجلسة. حاطين لنا أكثر من لعبة، هذه اللعبة في بوكيمون، هذه أول واحدة، وهذه ثاني واحدة. أرويكم كيف يلعبونها. ناخذ هذه، شوفون كذا، اوكي معلش. بعدين هنا هذه بعد جلسة، هنا هذا اللوبي كامل. انا امشي هنا بعد نفس الشيء، هذا حلوة حق دراسة، مرتفع الطاولة. هنا هذه طاولة التنس، في عندنا هنا هذه هنا الطاولة، وهذه آخر شيء هنا المطبخ. هذه كل الناس تقدر تجي تستخدمه، يعني في ناس حاطين أشياء، شوف هناك أعتقد حاطين أشياء حق الهالوين. في آلة قهوة هنا، وأي أحد يقدر يستخدم هذا. هنا شوف هنا القهوة، نقدر نستخدم يعني في حتى صحون وكذا، نستخدمهم ونحطهم هنا في المغسلة، وهم بعدين يجون يغسلوها. هذا هو اللوبي. اوكي بعد ما نخلص من اللوبي هنا نجي من هذه الجهة. في هنا حمامات الله يكرمكم، وهذا حق الماي، بس ما اعتقد اذا فاتحين الحين ولا لا عشان الكورونا، اعتقد انهم سكرينهم. هذا الجو حق السكن، هذا الجيم فيه كل شيء، الأثقال، هذا الحبل، التي اكس، وهنا بعد برضو الأثقال، وفي ثلاث أجهزة حق الجري. هذول توهم حاطينهم جديد، هذه حطوها جديد، وتوهم حاطين المات. هنا في الكور، وهذا حقة اليوغا. بعد ما خلصنا من الجيم في هنا هذا حق الميل، وفي هنا غرفة حق الميل اللي نحط فيه الفوكسز. وفي هنا هذه حق تايد، نقدر نشترك معاهم من الآب ونجيب الأغراض ونحطها هنا وهم يغسلونها ونجيبوهم. وهذه الثلاجة عشان إذا أحد طلب أشياء يعني باردة أو شيء يحطونها هنا. في هنا آلة الشوي، طبعا هنا نقدر نفتح النار. الجلسة مرة حلوة بصراحة، هذه الجلسة من برا، جمال الألوان سبحان.
كذا خلصنا جولة السكن البسيطة. بس هذا اللي موجود. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، واكتبوا لي بالكومنت شنو تبون أصور لكم.